السلام ورحمة الله وبركاته. دلوقتي ممكن أرسم مثلا بوكس بالشكل دوت، وأقدر أعدل في المقاس بتاعه زي ما أنا عايز، يعني أخليه بالشكل دوت أو أتحكم فيه من هنا، المقاس بتاعه من هنا. طيب بعد كده عايز أحط سلندر، السلندر ديت ممكن تختارها إنها سوليد أو هول، خليها بالشكل دوت أهي. تقدر برضه تتحكم في الارتفاع بتاعها زي ما أنت عايز، وكل واحدة من دول لو عملت سيلكت ممكن تختار هي سوليد ولا هول. طيب ممكن تيجي دلوقتي تعمل جروب للاتنين اهوت، تقول له جروب يبقى معاك بالشكل دوت. طيب خلينا نرسم شكل تاني مثلا بوكس اهوت، تقدر تغير في المقاس. طيب وبعد كده هرسم مثلا سفير بالشكل دوت، وتقدر برضو تغير في المقاس بتاعتها زي ما انت عايز. طيب لو انا عايز اعمل انحزال للتلات اشكال دول، ممكن تعمل سيلكت ده وده وده، تعمل عليهم سيلكت او شيفت، وممكن تقول له بقى انا عايز اعمل الاين. فبيسألك بقى الاين عايز تعمل الاين ليه، ممكن مثلا من الخط دوت او خط، يعني عندك خط ده تعمل عليه محاذاة، تمام، بحيث ان هو مثلا بالشكل ده على الخط دوت، او الخط اللي في النص، او الخط دوت، او هنا بالشكل ده. طب لما يعمل هنا كده ممكن تعمل عليهم سيلكت برضو، وتروح قايل له ايه اعملهم لي كلهم، ادمجهم لي كلهم مع بعض بالشكل دوت. طيب خلينا نرسم شكل تاني اهو، خلينا الشكل دوت مع الشكل دوت. طيب انا بشايف الشكل التاني على اساس ان الشكل اللي هو المربع ده مغطى عليه، ممكن تعمل سيلكت على شكل مربع اهو بالشكل دوت. بعد كده هاجي من السوليد واقول له انا عايز يبقى شفاف، فتقدر تشوف الشكل اللي جوه عامل ازاي، وتقدر تعمل سيلكت للاتنين مع بعض اهوت، وتقول له انا عايز اعمل محاذاة اغير بالشكل دوت، وممكن تقول له ايه اعملهم لي مع بعض بالشكل دوت. طيب وبعد كده ممكن تقول له انا عايز اعملهم جروب، ده ممكن تخلي واحد فيهم اول مثلا، تعمل سيلكت عليهم كده، وتروح قايل له ايه انا عايزهم جروب مع بعض.